حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضات في خير الزاد، حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضات في خير الزاد، خير الزاد. أمير المؤمنين ما فضله؟ يقول الإمام: اعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم. ومضات في خير الزاد، حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد. النبي الأكرم كما روي عنه، ينقلها المجلسي رحمه الله: من زار الحسن في بقيعه، النبي يعلم ماذا سيجري على ذريته، ثبت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. خير الزاد، خير الزاد. من زارنا في مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا. هذه الرواية منطبقة على كل أئمة أهل البيت عليهم السلام. خير الزاد، خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة حول زيارة مشاهد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هنا نؤكد على هذا التعبير، قل زيارتهم. صحيح في بعض الروايات فيها كلمة زيارة قبورهم، ولكن في كثير من الروايات أيضا زيارتهم، كقول النبي الأعظم: من زارني حيا وميتا. زاره حيا بالمعنى المعروف، زاره ميتا كما نزوره نحن الآن، نحن نزور النبي، نحن نستحضر مقام النبي، أرواح النبي وآله أرواح باقية ككل الأرواح، نحن نعتقد بأن الأرواح لا تفنى، الجسد يبلى أيضا، الجسد لا يعدم، الجسد يتحلل، قسم منه يأكله الحيوان وقسم منه يدخل في جذور النبات، الخلايا لا تفنى، تتحول من شكل إلى شكل، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ولكن الأرواح تبقى كما هي لا تتحلل. إذن لا الجسم يفنى، وإن كان الظاهر فناء ظاهري، الجسم تجزأ لم يفنى، ولكن الأرواح تبقى كما هي. إذن نحن عندما نذهب إلى المدينة المنورة نزور النبي حقيقة، ولهذا قال: كنت له شفيعا يوم القيامة، يعني زارني حيا أو ميتا. نعم، النبي فرق بين السلام عليه من البعد والسلام عليه من القرب. يقول: من سلم علي في شيء من الأرض أبلغته، يعني هناك من يبلغني السلام، ومن سلم علي عند القبر سمعته. العبارة دقيقة: سلم علي عند القبر، ما سلم على القبر، يعني القبر مكان السلام،
القبر مكان العبادة، ولكن التوجه والسلام إلى ذات النبي الأعظم. ننتقل من النبي إلى وصيه، نأخذ جولة في زيارات المعصومين جميعا، وهنيئا لمن جمع في عام واحد بين زيارتهم جميعا. ذهب إلى المدينة، ثم ذهب إلى زيارة أئمة العراق، ثم إلى مشهد الرضا عليه السلام. هذا الإنسان يأخذ كل هذه المزايا. أمير المؤمنين ما فضله؟ يقول الإمام: اعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم، وله ثواب أعمالهم، والأب هو الذي خرجت منه هذه البركات من صلبه. ما كان للحسين عليه السلام في كربلاء في ديوان أمير المؤمنين هو الإمام الأول، الإمام الرضا عليه السلام. يقول: فضل زيارة قبر أمير المؤمنين على زيارة قبر الحسين عليه السلام كفضل أمير المؤمنين على الحسين. إذن زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه بهذه المثابة. بعد ذلك زيارة الزهراء صلوات الله عليها، المخفية قبرا والمجهولة قدرا. ولكن هذه الرواية فيها إشارة إلى أن قبر الزهراء عليه السلام نعم بين قبر النبي ومنبره، رواية طريفة. هذه الرواية تفسر قول النبي: ما بين قبري ومنبري روض من رياض الجنة، ومنبري على ترعة من ترع الجنة. يقول الإمام الصادق: لأن قبر فاطمة صلوات الله عليها بين قبره ومنبره. إذن الروضة صارت روضة من رياض الجنة، لأن هذه المنطقة على هذه الرواية تحوي على جسد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الإمام المجتبى عندما تفرغ من زيارة النبي تذهب إلى البقيع. النبي الأكرم كما روي عنه، ينقلها المجلسي رحمه الله: من زار الحسن في بقيعه. النبي يعلم ماذا سيجري على ذريته. ثبت قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. هذا لزيارة الإمام المجتبى صلوات الله عليه. أما الحسين فحدث ولا حرج. فضل زيارة الحسين عليه السلام حقيقة يذهل الألباب. هذه العبارة قل من توجه والتفت إليها. سمعنا بأجر الحج والعمرة وغير ذلك، ولكن هذه الرواية من عيون روايات زيارة الحسين عليه السلام، وإن كانت الرواية في يوم عرفة. إن الله تبارك وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين قبل أهل عرفات. ليس الكلام في الأجر والحج والعمرة والحور، يتجلى لزوار قبر الحسين. العبارة نحن لا نفهمها، كيف يتجلى الله عز وجل لزوار قبر الحسين عليه السلام؟ طبعا هذا المعنى أيضا لأهل عرفة. يقول: ويقضي حوائجهم ويغفر ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم، ثم يثني بأهل عرفات فيفعل ذلك بهم. أيضا يتجلى لأهل عرفة، لأهل عرفات. هذا زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الكاظم صلوات الله عليه سئل الرضا لمن سأله: لمن زار ما لمن زار أباك؟ الإمام الرضا عليه السلام قال في كلمة واحدة: له الجنة. له الجنة يعني هذا المعنى ثابت له. فزور يعني الإمام يدعو الشيعة إلى زيارة إمامنا موسى بن جعفر.
وأما الرضا صلوات الله وسلامه عليه هنيئا لمن انطبقت عليه هذه الرواية: من زارني على بعد داري. الإمام الرضا يسمى غريب الغرباء لبعد موطنه عن مواطن آبائه، أبعد إمام عن المدينة وعن كربلاء. والغريب هو الإمام الرضا فدته نفوسنا. من زارني على بعد داري أتيته يوم القيامة في ثلاث مواطن حتى أخلصه من أهوالها. هكذا دأب العرب، دأب الكرماء، يقولون لكل قادم كرامة ولكل زيارة رد. أحد يزورك ترد له الزيارة. إذا تطايرت الكتب يمينا وشمالا وعند الصراط وعند الميزان، لا يزورك الإمام زيارة هكذا، يقول حتى أخلصه من أهوالها. فكيف بمن كرر زيارته للإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ وبعبارة جامعة إخواني، من زارنا في مماتنا فكأنما زارنا في حياتنا. هذه الرواية منطبقة على كل أئمة أهل البيت عليهم السلام. كلمة أخيرة: إنسان لا يمكنه زيارة المشاهد، إنسان فقير وخاصة في تلك الأيام، من كان في المدينة أو في العراق أنى له زيارة الرضا عليه السلام مثلا. على كل، الإمام موسى بن جعفر يقول: من لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور الصلحاء إخواننا. إذا رأيت في المقبرة قبرا لعالم، لإنسان وجيه، بعض الناس عندما يموت حقيقة الناس تذكره بألف خير، هذا صالح، اذهب وزر هذا، كأنك زرت أئمة أهل البيت عليهم السلام، طبعا بدرجة من الدرجات. والشاهد على ذلك بعض أهل الري زاروا الإمام الهادي عليه السلام فقال لهم: أين كنت؟ فقلت: زرت الحسين. جاء من الري إلى زيارة الحسين عليه السلام، ثم دخل على الإمام الهادي في سامراء، قال: أما إنك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين بن علي. أنت في بلاد الري، قل: يا رب، شقتي بعيدة، لا يمكنني الذهاب، ولكن أزور هذا العبد الصالح راوي رواياتهم، السيد عبد العظيم الحسني. يقول الإمام الهادي: لكنت كمن زار الحسين بن علي. الصادق عليه السلام، هذه رواية أخيرة، يقول: إن لنا حرما وهو قم، وستدفن فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة. فاطمة بنت موسى ابن جعفر، يعني هناك واسطة. الإمام الصادق تنبأ بولادة هذه السيدة، من زارها وجبت له الجنة. أيضا هذه السيدة في عداد من يستحب زيارتها. اللهم ثبتنا على ولايته، كما شرفتنا في الدنيا بزيارة مشاهدهم، شرفنا في الآخرة بجوارهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، أبلغ إمامنا أفضل التحية والسلام، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.